يعني غنشوف من بعد ملي غادي نتزوج هذاك الانسان غادي يكون حب، وداك الشيء اللي وقع لي انايا حيت كنشوف هادو الناس دابا هاد البنات اللي معاشرين دابا بحب ديما عايشين في عذاب، كيخليها كيسمح فيها كتعود هي تابعاه والبكا والدموع. لا ما غناخذ هذاك الانسان ومن بعد غيكون غيكون حب، وغيكون حب ديال النيه وحب ديال الصفاء، ماشي دابا ديال الحب ديال دابا الحب مزيف، بغيت ومطالبات بزاف وما كاين والو. ها هما تزوجوا اليوم غدا في المحكمه، انا الا فاتني القطار غنتزوج داك الانسان ومن بعد غيكون حب الحمد لله على 3 سنوات تكون عندي في عمري، ديك الساعه تكون في عمري 29 عام، والثانيه دابا تبارك الله 12 عام والحمد لله لا مالك الحمد، عايشين بخير ولا خير وما كيهمش الفلوس. شوفي اللي كيهم هو الصدق، الانسان في قلبه كيكون صادق هذا سيتو. بالنسبه انا لشي مرا بعدا يعني ما مجوجاش ولا ما كانش عندها اصلا سميتو، يعني ضروري غادي تبغي تسني تبغي حتى هي وليدات غتبغي شحال من حاجه، من احسن تزوج واخا ما يكونش على حب، ولكن من بعد غيكون الحب ان شاء الله، من بعد يكون الحب، لان بنادم يشوف الحياه الزوجيه كيفاش كاينه، ولكن حتى هو يكون تفاهم مع مرتو اسرار زعما يكونوا بعضياتهم، ما يكذبوش على بعضياتهم، ما يتفلاوش على بعضياتهم، وربي يسر الامور. لا يمكنش، ضروري خاصك تكوني كتبغي الانسان اللي غتزوجي، حيت اغلبيه ديال الزواج اللي كيكون بلا حب ما كينجحش، الحب هو كلشي. ما كنظنش لا، حيت كنظن الحب مهم بزاف، خاصو يكون يبغيك وتبغيه وهكا. مشكله ما عرفت كيفاش غتعيشي معاه بلا حب، ما كنظنش غتعيشوا مرتاحين.